بس نحكي عن علم الأعصاب منروح دغري لطبيب مقضى أيامه بالبحث. هالكيميكال يلي بتنكب قلب جاب معينة بترسل رسالة وبتتلقى رسالة، هالرسالة هي فعلياً رقمية. الظروف بتغير أنواع الذكاء وأنواع الحاجات وكيف أنت بتتأقلم تتحل أمورك. فمن هناك بلشت فكرة الذكاء الرقمي يلي هو مبني على علم الأعصاب. قد ايه تأثير علم الأعصاب بالتقنيات التعليم الحديثة؟ إذا بدي أحفظ شيء بعمله ملخص صغير. موسيقى وقت أكون عم بعمل درس ما بده كتير تركيز، بلا بتساعدني. كل واحد عنده طريقة وفي عملية التكرار أكيد. كل شخص بيفهم بطريقة لازم ندخله بالمناهج. واللي بيقهرك زيادة ندى وقت يقول هالجيل مش طالع من أمره شيء، هالجيل مش ذكي. لا تعرفوا أكتر عن علم الأعصاب وتأثيره على التعليم، تابعونا بهالحلقة من برنامج فولو أب.